السلام عليكم. 10 أخطاء يقع فيها البعض في قراءة القرآن الكريم، تعرفوا عليها وانشروها وجزاكم الله خير. البعض يقرأ هذه الآية ويقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهذا خطأ. والصحيح: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، الدال مضمومة وليست مفتوحة. صدقاتهن أي الصداق، وهو المهر. البعض يقول: دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة، وهذا خطأ. والصحيح: دينا قيما، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. البعض يقول: والذين يمسكون بالكتاب، وهذا خطأ. والصحيح: والذين يمسكون بالكتاب، السين مشددة. البعض يقول: أمن لا يهدي إلا أن يهدى، وهذا خطأ. والصحيح: أمن لا يهدي إلا أن يهدى، الدال مشددة. البعض يقول: بسم الله مجراها ومرساها، وهذا خطأ. والصحيح: بسم الله مجريها ومرساها، مجريها. البعض يقول: ربما يود الذين كفروا، وهذا خطأ. والصحيح: ربما يود الذين كفروا، الباء مفتوحة وليست مشددة. البعض يقول: ائتوني زبر الحديد، وهذا خطأ. والصحيح: آتوني زبر الحديد. وأيضا البعض يقول: قال انفخوا، الفاء مضمومة وليست مفتوحة. البعض يقول: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا، أو البعض يقول أضلونا، وهذا خطأ. والصحيح: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس. البعض يقول: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، هذا خطأ. والصحيح: ظن السوء، عليهم دائرة السوء، السوء وليس السوء. البعض يقول: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وهذا خطأ. والصحيح: خالدين فيها بالمثنى، خالدين.